بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون، الزملاء الأجلاء. المادة 20 بمقترح في مدونة السلوك المهني للمحاماة قلت فيها: على كل أعضاء المجلس العام ونقباء الفرعيات التوحد خلف النقيب العام بعد الولاية وانتهاء الانتخابات، وعليهم خلع الولاءات السابقة، وعلى أعضاء الجمعيات العمومية أن يصطفوا خلفهم جميعا للدفع نحو تحقيق الأهداف والمصالح والآمال. في هذه المادة الأخيرة من مقترحاتي الشخصية في مدونة السلوك المهني للمحاماة وددت أن نقول فيها أنه إذا ما انتهت الانتخابات في النقابة العامة بالنسبة للمحامين، وانتهت انتخابات الفرعيات، وتم إثبات ممثلين في النقابة من النقباء الفرعيين أو النقيب العام أو أعضاء المجالس، سواء المجالس الفرعية أو مجلس النقابة العامة، وقد اكتملت الصورة على الجميع في هذه الحالة أن يتوحد خلف النقيب العام. لا أن نرى تحزبات ناتجة عن ولاءات سابقة لم يتم خلعها بعد، وأن يكون هناك بالتالي عرقلة لمسيرة النقيب العام الذي تم انتخابه، أو عرقلة للمسار النقابي بصفة عامة سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية، لأن مصالح الجمعيات العمومية هي الأولى بالاعتبار، وهي الأولى بالرعاية، وهي الأولى بالتحقيق. هذا ما يتطلبه الأمر بالنسبة للعمليات الانتخابية، وهذا صحيحه وهذا مبتغاه، فعلى الجميع أن يمتثل لذلك وأن يتجرد وأن يقف مع من انتخب ولو كان لا يؤيده أثناء فترة الترشح، ولو كانت المنافسات شرسة بين جبهات عدة وبين المحامون وبين المحامين بعضهم البعض. علينا بعد ذلك أن ننسى كل هذه الأمور وأن نتوحد خلف النقيب العام أو خلف النقيب الفرعي إذا ما كانت الانتخابات في الفرعيات، وذلك توحيدا للصف وسعيا للهدف وتحقيقا للغاية. إذا ما كان هذا الأمر قد تم على هذا النحو فإنه والحال هكذا كانت العملية الانتخابية عنوانا يشرف المحاماة ويشرف المحامين ويشرف المحامين ويشرف الجمعيات العمومية. فإذا ما كان الأمر قد وصلنا به إلى هذه النقطة كنا جميعا قد حققنا الغرض والأمل من الانتخابات التي قام السادة المرشحون بالترشح من أجلها، وقامت الجمعيات العمومية بانتخاب ممثليها فيها، ومن هنا تكون النقابة على خير صورة وعلى أكمل وجه، محققة لأهدافها وكاسرة لأعدائها وعاملة في وطنها على نحو يحقق أو يتحقق فيه الاستقرار، وتتحقق فيه أبناء آمال أبناء الوطن من المحامين أو من أي من النقابات الأخرى، لأن ذلك كله يعد في ميزان الوطن وفي ميزان أبنائه الشرفاء وفي صالحه بالطبع. كل انتخابات ينتج عنها تحقيق المصالح والاستقرار هي انتخابات في مصلحة الوطن العليا، لابد أن نراعيها وأن ننبذ التناحر وأن ننسى الولاءات السابقة وأن نتوحد خلف الزعيم الجديد أو نتوحد خلف الرئيس الجديد أو نتوحد خلف النقيب الجديد. هو ذلك طالما أنه تم بانتخابات نزيهة ديمقراطية لا لبث فيها ولا غموض. ففي هذه الحالة
لابد أن يتوحد الجميع خلف قائدهم في أي مكان كان، وبالتالي يتم تحقيق الأهداف والآمال، ونسعى جميعا إلى تحقيق الأفضل بالنسبة لنقابتنا كمحامين ولوطننا كمواطنين صالحين من هذا الوطن العزيز الغالي. هذه المادة بالطبع هي نهاية ما اقترحته أنا شخصيا من مواد في مدونة السلوك المهني للمحاماة. أود أن أشير في كلمة وجيزة في نهاية هذه المواد أنه عليكم أن تغفروا لي أنني حينما أقوم بالتحدث إليكم غالبا ما يعلم هنا السادة أعضاء المركز الإعلامي أن حديثي يكون مرتجلا، فإن الارتجال إذا ما تم في اللغة العربية كما علمنا علماء اللغة تحدث فيه الأخطاء، فاغفروا لنا هذه الأخطاء إذا ما حدثت. فإذا ما كنت أستمع لنفسي فأرى أن هناك أخطاء حدثت، فالمستمع لنفسه غير المتحدث أثناء حديثه، ولكنني أعشق الارتجال لأنه هو عنوان المحامي وهو قوام المرافعة بالنسبة لنا كما علمنا أساتذتنا العظام. الأستاذ النقيب الجليل رجاء عطية حقا كان له بالغ الأثر في هذا الجيل في العلم بالمحاماة وأصولها وكيفية النهج كيفية أن يكون النهج نهجا صحيحا، أن يكون النهج نهجا صحيحا في أن نقتفي الأثر بالعظماء الذين سبقونا، وحقيقة على رأسهم الأستاذ النقيب الجليل رجاء عطية. أنا شخصيا كنت في هذه المواد قد استلهمت منه ما كتبته لأنه هو مصدر الإلهام بالنسبة لنا ولجيلنا في معظمه بالطبع ولمن اقتفوا أثره الجليل، وكان دائما يتحدث عن أنه أعطى للمحاماة حصاد المحاماة ورسالة المحاماة. حصاد المحاماة قد وصلت إلى 25 جزءا الآن، بارك الله في عمره وأطاله ومتعه بالعافية والعطاء حتى نزداد من علمه ونغنم منه. ورسالة المحاماة أصدرت في عام 2008 وأصدرتها دار الشروق، وكنت أنا كان لي الحظ أنني اقتنيت الكتابة في وقتها وقرأته أكثر من مرة لأتعلم منه. كان الأستاذ النقيب في حواراته وفي مؤتمراته التي حضرناها، مؤتمراته العلمية التي حضرناها، كان يركز معنا على أن رسالة المحاماة هي أهم عنده بالنسبة للمحامي من حصاد المحاماة، ويقول قالته: أنت تأخذ من حصاد المحاماة ما تريد أن تضعه في عملك القانوني. طبعا هي كلها قد احتوت على أحكام النقد البليغة والمبادئ العامة الضافية التي أضيفت حقيقة في هذه المجموعة من الحصاد، ففعلا كنا ننتفع بها جميعا. ويقر بذلك المعارض للأستاذ النقيبي في المسألة النقابية والمؤيد على حد سواء، أن الأستاذ النقيب قد بلغ درجة من العلم تجعله عالما وبحق في القانون وفي أداء رسالة المحاماة، هو عالم بمعنى هذه الكلمة، والله أشهد على ما أقول. ويشهد بذلك الجميع، وليست شهادتي تغني بالطبع، هي شهادة من شهادات الجموع من الأبناء. في حقيقة الأمر رسالة المحاماة هي التي يقوم بها المحامي قبل أن يحمل بالعمل. كيف تصنع محامي وكيف تكون محاميا تبتغيك المحاماة هو من اقتفاء أثر ما تناقلته أو ما أتت لنا به رسالة المحاماة. وبالطبع أشار الأستاذ النقيب لأساتذة أجلاء سبقوا في الكتابة في المبادئ التي لابد أن يتحلى بها المحامون والتي تحملها المحاماة،
مثل مثلا الاساتذه كما ذكرنا الاستاذ احمد رشدي، الاستاذ التوني، محمد شوقي التوني وغيرهم. ولكن انا في هذه في هذا الامر نود ان نوضح بان المبادئ السلوكيه التي احتوتها هذه الرسائل، ومنها رساله المحاماه لاستاذنا النقيب الجليل رجاء عطيه، وما الهمتنا نحن كتلامذه له، بان نحاول قدر امكاننا ان نضيف الى مبادئ السلوك سيرا على الخطى وانتهاجا لهذا الاثر الطيب الشريف الى اخر ما قدمنا. اتمنى ان نكون قد وفقنا على تواضع جهدنا هذا، ونشكر لكم حسن الاستماع، والى ان نلتقيكم دائما على خير الله وبركته. أشكر لكم شكرا جزيلا.